نروحو ندورو راه ماشي غير حنا ماشي غير العائله ديالو الصغيره اللي تصرف فيها راه حتى حنا راه واحد عضو من عائله حنا جايين كاملين وكل يعني هذا الشيء اللي تيبين الروح الاخويه ديال الجروب ملي تيمشي واحد من الجروب من الجماعه راه تحس بحال هي واحد العضو في الجسد راه تقطع وهذا الشيء ديما اللي كذبوا عليها الدراري راه حنا ديك العائله الاخويه اللي تجمعنا راه روح وحده خو طارق بغا يهضر معكم الله يرحمه المرحوم بغا يهضر بغا يعطيكم كلمه سمع غير طارق الله يرحمه مسكين السليم غير ديما فيما كيجي للدار فيما كيجي كيسولو الوالد كيفاش الحسنيه هكا تيقول له ودي انا ما تنشجع على حسن انا تنشجع الحسنيه غير حاجه وحده قال انا مع عائله راه الريدريبس راه عنده ثلاثه لي شابات وديما ضاحي معاها تيقول علاش زعما كيقول له ودي دوك الناس انا كيعجبوني عقليه كيعجبوني ما كاين ولا صداع على والو عقليه كتعجبوه فيما سميتو يلترا ريدريبس هما الدراري تاع السيكتور فيما تيجي السيكتور تيجيب الدراري يلا الدراري التيران الحسنيه الريدريبس يلترا الريدريبس راكم عزاز عليه وحق الله المعبود الله اللي عالم فيه كيضحي مع الفريق وكاين ما كاينوش كيبغي دابا هذا ماشي صاحب ولا شي حاجه كيجي عنده من برا كيحبو كما كان راه الدراري تاع الرجاء الدراري ديال الرجاء جاو تتقداو في الدار جاو هكا تاع بنان راه كاملو كيعرفوه راه ساقوا الخبار ولا ما ساقوه الله اعلم وتيقول لهم الدراري دريبلز راه ماشي هو راه كنا كنجيو لهنا الدراري مازيغ في الاول قبل ما تاسس الدراري دريبلز كنا كنجيو كنبغيو مع الدراري تاع كنا كنجيو ديك الساعه مع وكار عادل تاع الدراري مازيغ كنا كنجيو قبل ما تاسس انفوات سات الدراري دريبلز راه جامعه وديما كنشكركم الدراري وحتى حنا راه كنشكركم والله الا كنشكركم بالله كيقول شي واحد كيقول ليه كيفاش الدراري يدري بس يقول ليه العقليه كلشي العقليه و سوريا اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان اللهم ارحم جميع اخوتنا ممن غادرونا يا رب اللهم افض عليهم من رحماتك اللهم تغمدهم يا رب برحمتك الواسعه اللهم ابدلهم خيرا من دارهم اللهم اوهم اللهم انس وحشتهم اللهم انس وحشه قبورهم اللهم نور ضرائحهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسترهم اللهم استرهم اللهم ارحمهم تحت الارض واسترهم فوق العرض اللهم دق الميزان حسناتهم اللهم اغفر لاخينا طارق اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وتقفل في ميزان حسناته وتثبت على الصراط اقدامه اللهم اغفر له وارحمه اللهم كما ربطتنا به في دار الفناء فاجمعنا به يا رب في دار البقاء سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما نكملوا بعزنا ولا نوقفوا نقص يكفينا غير ألف إلا تفهمنا وعرف المبادئ ديال هذه المجموعة الله يجعل البركة على الألف تسمى إذا سولك شي واحد تقول لي راه منين طراسة دريبلز هذه هي المهنة ديالك صاحبي متمرد والعنوان ديالك راه معروف والكورفانور باب 23 هذه هي البطاقة التعريفية ديال أي واحد أي عضو في مجموعة دريبلز أي إنسان إلا كان عيان يبقى في دارهم يتفرج في التلفاز يتفرج في الرياضية ما عندوش المزاج ديال التيران يمشي للقهوة ما يجيش للكورفانورد ويبقى مريح جالس راه الراس مالنا في هذه المجموعة هي ديك الوحدة اللي تتجمعنا لا غير ديك العائلة هاك المفهوم ديك الأسرة ديك الصداقة راه عرفنا ناس هنا تنعتزو تنفتخرو بالعشرة ديالهم في إلتراس دي دريبلز هذا هو الفضل ديال هاد الإلترا اللي تنجي من واحد الحومة تنعرف شحال قبل ما نعرف انا الطراس ريدريبلز كانت المعرفه ديالي مع ناس محدوده وانا ملي عرفت الطراس ريدريبلز عرفت شحال عرفت رجال عرفت الناس تعاشرت مع ناس وتجمعني معاهم الاخوه تنتمي لواحد القطر ديال سوس اكادير لا غير الرجال هما اللي تيكسبوا الناس تيقلبوا عليهم هذا هو راس مالنا في هذه المجموعه
خويا. كاينين واحد الكليته قليله هي اللي شاده اللون، هي اللي سابقه عارفه المبادئ ديالها وغادي هي في الطريق، وكاين فرق ديال باقي متاخر ما يمكنش نواصلوا، ما يمكنش نكملوا. ادعياو هذا الفريق لا قدر الله ما نعرفوش كيفاش غيدوز الشطر الثاني من البطوله، اذا وقع شي حاجه عاوتاني عرفوا باللي الجمهور عنده النصيب المسؤوليه. ما توحدنا حنا وما عندناش هم، حتى حنا راه تنساهموا في الانهيار ديال هذه الفرقه. صوتنا ما تيبقاش مسموع، امتى الاخرين تسمعوا الصوت ملي تتكون واحد الوحده؟ الا ما كانتش الوحده على الاقل يكون الاحترام، نحترموا الناس اصاحبي نحترموهم، ما تتعدى على حد. والصداعات اللي تينوضوا انا بدا نخرجوا حنا بفرق مجموعين وندافعوا على ريوسنا واللي ما تتعداو على حد. هذه هي الانظر، هذا هو راس مالنا. بنظركم الى تجمعنا ولينا شكلنا هذه الوحده، اش يقدر شي واحد يوقفنا ولا يقدر شي واحد يعني يقسم ولا ينسف هذا المبدا؟ ما يمكنش. وعند الناس اللي خدامين معاكم بداك المنطق فري التاسو دا الشيء اللي بغاو، بغينا حنا بغاو فينا نتخاراو ونتشتتو ونتشردمو. ما تبقاش عند ديك الوحده، ما يبقاش واحد الصوت وما تبقاش واحد بلا ما تصفق. وانت حتى انت عيق ملي تشوف واحد طيط امر عليك، خاص توحد مع اخوك، خاص توحد معاه صاحبي، خاص دير يد في يد. هادشي راه ديما تنقولوه، الهضره تتعاود، يد في يد صاحبي باش نوصلوا واحد المبدا. وهاد ريدري بزراه بدات ان شاء الله وغتكمل في الطريق، حتى واحد ما يوقفها من 2011. لو قدر الله هاد ريدري توقف، غتوقف ملي بدات في 2011 2012، وهي غادية الحمد لله. والغاية ديالنا هي الفرقة نسيبورتيوها الى اخر رمق، وحنا غاديين والفراس ديري بزرات الستار على القبله على الفرقه، وحنا نضلوا ان شاء الله الى اخر رمق، ونديو العبره الدراري من التاريخ ديالنا نعرفوا. كلشي دا يتفكر النكبه ديال الزلزال، تصور النكبه ديال الزلزال تصابت بها مدينه، شحال خلات من الارامل، يتامى، فقراء، ناس مهمشه، كلشي ضايع. وين شكون اللي خلى هاد المدينه تنوض عاوتاني وتبنى والناس تجمع الشمل وتلم وترجع كما كانت؟ وهي الوحده، هي الاخوه اللي تجمعهم، الاخوه الرابطه ديال الدين. واحد كان تيواسيخوه، اللي كان عريان تيحيد الحوايج تيعطيه، اللي كان جيعان تيعطيه وتيسقيه. هذه هي الاخوه، هذه هي الاخلاق ديال جداننا اللي تنعرفوا، هذه هي الاخلاق ديال ديننا. ماشي حنا على امور بسيطه، هذا الشيء حنا اللي بغينا نرجعوا ليه. ريدريبلز دارت على هذا القبل، باش نرجعوا حنا ديك الروح، ترجع ديك الروح ديال الاخلاقيات اللي كان عند جدودنا ملي تيواسيو بيناتهم، ديك الروح والعلاقات، هذا الشيء اللي غيبقى. ما تبرهشوش وتنضحكوا علينا البراني. والاحترام، تحترم اي واحد، ولد المدينه خاصك تحترمو اصاحبي، ولد المدينه كما بغا يكون تيشجع الحسنيه ديال اكادير، احترمو. حتى الا ما تعدى عليك بنادم، ما ديرش يديك اصاحبي في الحاله ملي احنا مع المبدا ديال الدفاع عن النفس. راه الانسان ملي تقول لي احترم الاخر تيقول لك اصل الاحترام هو الخوف. لا، تحترم انسان ماشي حتى تخاف منه، تا تحترمو، ما دار لك والو احترمو. المبدا يجي واحد جمهور فرقه كما كانت المغرب تتجي لاكادير، انحترموها سيدي نحترموها، ما دارو لينا والو. حتى حنا راه الجزاء من جنس العمل، تنمشيو حتى حنا تنمشيو معزوزين الحمد لله، حتى واحد ما دايمسنا. وعلاش ملي تيجيو هنا تنلقاو كلشي تيكريسي فخور؟ وحشومه عليكم اصاحبي، راه الجزاء من جنس العمل، الطريقه كما تدين تدان، حاجه تديرها. والمشكل الناس اللي تينوضوا الصداع وتيجبدوا راه كاع ما تيدي بلاصه وما تيمشيو لفين، انت تتجبد الصداع وخوك تيمشي تيدي بلاصه وتياكل الدق. وقت الماتش تمشي انت تتفرج لاعس في داركم، واحد اخر تياكل الدق، حيت انت اللي جبتي الصداع وجبتي التربه ديال الفتنه. وحشومه عليكم اصاحبي، نحترمو كاملين. ما تخافش، حتى واحد ما يتعدى عليك، حتى واحد ما يمسك. المبدا كما قال اشرف، غندافعوا على المبدا ديالنا وغنسترجعوا الكرامه ديالنا وغنساو. يتعدى علينا شي واحد، ناخذوا حقنا بالطريقه المناسبه. هي غندافع على راسي، واللي ما تعداش على واحد ما دار والو. راه الاخوه صاحبي تحترموا، راه اولاد مديره وحده صاحبي اللي ما بغيتوش تعرفوا، هذه راه مفهومه. راه الناس الاخرين راه ماشي اليهود، ماشي هو ده صاحبي، راه مسلمين، راه كلشي غيدوز، كلشي غادي يمشي، كلشي
غيبقى العار الا درتيه في خوك، غيبقى العار الا درتيه في خوك. راه الزبير راه كلشي راه تيفرقنا والموت تجمعنا. هادشي راه بغينا ندوزو واحد المرحله في حياتنا وغاديين، عندنا واحد القضيه تندافعوا عليها ماشي على قبل واحد اخر. قبل ما نختم دابا كلنا مجموعين ياك، كل واحد دابا كاين حدا صاحبه يقدر تيعرفو ولا ما تيعرفو، غنديرو واحد تيست يعني بسيط، كلو اتنوضو كاملين ماشي دابا اسمع، اتنوضو كاملين كل واحد غيسلم مع خوه ويتعارك معاه ونرجعو عاوتاني نكملو لا غير، كلشي نوض 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 نوض. سلم 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 سلم. القضية ديال تيقلب إشاف ودا يخسرو تيخسرو با تيقا باش تكونو واقعيين، ما نقوش ريوسنا، كلشي هادشي تنديرو، سوا فري دريبلز كاينين عناصر مازال ما وصلو الميساج تدير هادشي، وكاينين منهم حتى هما تيغطو علينا وحنا تنردو عليهم، هادشي راه واضح، هادشي راه كاين، دابا اللي بغينا حنا الناس اللي عندو اللي عقلاء اللي بغاو الخير لهاد المدينة يجلسوا على طابل ويهضروا على هذا الشيء اللي تيوقع في اكادير، هاد الناس الكبار العقلاء الى تجمعوا جلسوا على طابل وهضروا وحطوا هذا الشيء على طابل يقدر تحل هذا الشيء شحال من مره، ولكن ملي واحد كبير تيفكر بعقل صغير ما يمكنش نوصلوا يعني ما تلاقوش منتصف الطريق، هذا الشيء اللي بغيت الدراري يفهموا. وين طاسري دريبلز راه تتفتح الباب، سمع تتفتح الباب لهذ البادير، حنا مستعدين نديروا اي خطوه اي خطوه باش نقلصوا هذا الجوا ديال الصراع، ما تنقولش توحيد ديال الخيرات، الله سبحانه هو العلا شاهد على هذا البلاد، وهذا الشيء راه تنقولوه يقينا، تنقولوه السر والعلن، وتنقولوا لهم حتى هما، حنا مستعدين لاي خطوه، حنا راه درنا تنازل على المجموعه، حنا تنديروا تنازل في شي نقاط، وان الاخوان ديالنا ما مستعدينش حتى هما يتنازلوا. نازلوا حتى هما الا تنازلوا على شي امور، حنا مستعدين ان شاء الله يتقدموا مظاهرات ويكونوا اقتراحات ونخلصوا هذيك الجوله في المستقبل. جروب موزيكال وتوحيد ديال الديبلاسمون، الهضره اللي تنقولوها في الكواليس تنجوريو تنقولوها ليكم، هذا الشيء اللي وقع ضروري نيوات بيننا واد ديال المجموعتين، ولكن ما توصلنا حتى اتفاق، ما توصلنا حتى اي حل، علاش؟ حيت دائما اي موقف تيطرحوه تيديرو من غير الشخص ديالهم تيديرو دريبلز. والتنافس بالالقاب، واحد تيسبقوه، واحد تيشي ستاتو تي، وإلا سبتوك هو ما تسبتوش اصاحبي، واش هالهضرة العيب تيخرج باللسان؟ هادشي راه منو والو، ولك شي حاجة صاحبي اللي مفيدة غنستافدو منها كاملين. اش واحد انا الا حقد عليا نحقد عليه، الا حقد عليا نحقد عليه، هذه ما كايناش، يعني انسان خاصنا نغيروا ريوسنا اولا الدراري، نغيروا ريوسنا اولا. جيت ما يبين شرف الانتماء ديال ريدريبل عندي يوم بفور فامو ماشي فيسبوك، لا فلان كنقول ليه لا 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 قال في الشرف، تا قال في الشرف والله ما عندها الكلام هنا، ما قال لك في الشرف ديال مدينة براسها، ما كتضحك على راسك بلان ديال في الشرف ديال الترانسفور تيقلبها تضحك على راسك كفا فقرا بهذيك الاكادير اللي مكتوبه فيها، لا عيبوها والله الا عيبوها، لا كنلقاو فيكتور واحد فيكتور واحد من تسليم من الجمعه كيمشيو اللي فيه ما يكونوش مجموعين كيمشي تمشي تشتراكي واللي يهدوه، ما يمكنش اصاحبي لا ما يمكنش، يبقى العقل ما كيتبناش، ولا تدوز مع خوك ما تدوز مع ولد جيرانكو ولا كاع العلا يكونوا ولد جيرانكو، لا خوك في الاسلام اصاحبي خوك في الجيران تا كيمشيو فيه 11 سنه وحده جات ساكنين داكشي حنا نساوه غير ضريبه غتبين مازال برا غتبين في التيران غتبين في الخدمه والناس كيخدم اللي كيخدم له كيفاش